السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات ام عثمان زيدات، كنتمنى تكونوا بالف خير وتمام الصحه والعافيه ومبروكه وشركم. الله يبلغنا غدا ان شاء الله ليله القدر، لا فاقدين ولا مفقودين بالصحه والسلامه. الله يعطي الصحه للناس اللي باقيين، الله يرحم اللي ماتوا، والله يشافي المرض. اليوم ان شاء الله اخر دفعه من جليل بات البنات، يعني غيكون رندا وغتكون الموديلات اللي دخلوا دو بيس اخر دفعه، يعني اخر تشكيله لهذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. وطبيعة الحال حنا راه دائما خدامين، حنا ما كنخدموش غير في العواشر للاشاره وللتعريف، حنا ما كنخدموش غير في رمضان، حنا المحل ديالنا خدام العام كله الحمد لله والشكر لله، هذا بفضل الدعوه ديالكم، بفضل الشكر ديالكم والسند ديالكم، واول حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. اول حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى ورضاء الوالدين. واحد الاشاره، واحد المهم اعلان صغير، غدا ان شاء الله البنات ما غنكونوش من بعد صلاه التراويح. الناس اللي كانوا خايدين موعد من المحمديه الله يجازيكم بخير، انا عارفه ما اتصلت بكم كاملين، غدا ان شاء الله جوب النهار، لان من ورا غير غدا من ورا التراويح، بغيتش تخلوا تاجلوا، لان لي رونديفو كاملين ديال غدا اجلناهم. اتصلت بالناس اللي خايدين رونديفو على حساب غدا، والناس اللي قالوا لي ام عثمان لوكاليزاسيون على حساب غدا. ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الحد، يعني غدا ما غيكونش المحل بحال اليوم. غنبارطاجي معكم اخر تشكيله باش ما نطولش الفيديو. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الدعوات ديالكم، وما تنسوناش من اللايك ديالكم وكذلك الدعوات ديالكم اسفل الفيديو. غنسادي في هذه العطله وغنبقى نجاوب واحد بواحد 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 حتى نساليكم كاملين. نبدا ان شاء الله باول موديل وباول جلابه غنذكر لكم لي طاي ديالها، باش هكا اللي بغات شي حاجه بقى امكانيه وحده ديال التوصيل هي باب السلام، يعني الكار كما تنقول الترونسبور ديال الكار. اما الامانه انا ما عرفتش واش غيوصلوا الحوايج ولا ما غيوصلوش. والناس اللي دار طبيعه الحال اللي في المحمديه، راه قلت لكم اجلنا رونديفو ديال غدا حتى نهار الاحد ان شاء الله. نبداو اول جلابه ونبداو بسم الله وعلى بركه الله، ونبداو بسم الله وعلى بركه الله باول جلابه البنات اللي كيف ما كتشوفوا معايا جلابه هذا اللون البنات، ما هو سيال ما هو غري، هذا اللون ما هو سيال ما هو غري، واحد الغري في شكل شو معايا كيفاش جا كيجي انيق. البنات اللي بغا هاد التنسيقه كامله بفولارها بصاكها راه غتكون ديسپونيبل البنات، بقى صاك واحد في هذا اللون هذا، يعني اللي غتكومونديه الاولى غتكومونديه بالفولار البنات، شفتوا معايا؟ يعني اللي غتكوموندي الاولى او اللي غتحجز الاولى ولا غتجي الاولى تاخذ الجلابه غتاخذ الفولار، لان هذا خدينا على هاد الجلابه هادي نت. هاد الفولار كان يعني كان من الفولارات الاولين البنات اللي شافت الجلابه اللي غتاخذ هاد الفولار ديالها، شفتوا معايا؟ بالنسبه للمقاس استسمح البنات باقي فيها حتى المقاس الكبير هذا وهذا، هذه الا ما خديتوش من ناخذو انا، لان كيعجبني الحجم ديال هاد السيكان كيجيني عملي كيهز. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. بالنسبه للمقاسات ديال الجلابه الاولى اولا المقاس الاول الكتاف 42، مقاس الصدر 31، لي هونش 34.5، طول متر 41 وطولكم 60 البنات. الشكل ديالها 41، كنقول لكم البنات الناس اللي كتبغي تقص الجلابه ودير لها لوغلي شوفوا بالنسبه للوغلي الناس حبسنا لوغلي لان الدراري اللي معانا راه ما بقاوش. غنوقف البنات صغير حتى يمشوا الناس الاخوات، والله لا سمحوا لي ما عقاش فيك تواصله، جاو الناس يتقداو الجلاب بصحتكم وراحتكم جليل بات. بالنسبه للمقاسات غنعاود المقاسات ديال هذه الجلابه، بالنسبه للمقاس ديال هاد الجلابه البنات، المقاس ديال هاد الجلابه البنات غنعاود ما عقلتش واش قلتهم ولا ما قلتهمش، فيها جوج المقاسات وكاين فيها لي طاي كاملين ان شاء الله يفوت رمضان نخيطهم. الكتاف 42، مقاس صدر 31، لي هونش 34.5، طول متر 41 وطولكم 60، وكاين المقاس الثاني فيها اللي هو الكتاف 42. شوفوا تبارك الله الخدمه والشوشه، اعتز وافتخر بعملي.
الحمد لله والشكر لله، كنعتز وكنفتخر بالخدمه ديالي. البنات هذا الكريب ديال مسيو زيدات، هذا هو الكريب اللي دخل لكم السي عبد العزيز. البنات هذا الكوليكسيون ديال الكريب هي اللي دخل لكم السي عبد العزيز. الكتاف 42، مقاس الصدر 30، ليهونش 33، متر 40 والكمام متر 40 في مقاس الطول، وطول الكمام 60. البنات يعني هادو جوج طيات اللي وجدوا، كاينه 32، كاينه 33، كاينه من 27، يعني هادو كلهم غيكونوا ان شاء الله من بعد رمضان وندوزو الموديل الثاني ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات ام عثمان زيدات. اليوم جيت نبارطاجي معكم اللون الثاني. تبارك الله ما شاء الله، واحد اللون راقي رائع. ودائما كنختار لكم الالوان اللي كيكونوا راقيين. شوفوا الكري مع الغوز مع هذا الفولار اللي غتاخذ الجلابه غتاخذ سيب فولار، شفتوا معايا؟ طبيعه الحال اختارت معاه هذا الساك. شوفوا حتى هذا الساك راه البنات اللي غتاخذ شي حاجه غتاخذها. شوفوا التنسيقه ديال الفولار مع الساك مع الجلابه رائعه تبارك الله. عاد ملي كتزيدي الاكسسوار ديال الجلابه بحال السوطوار ما كان، يعني كل حاجه كتزاد في نهار العيد راه كتبان للمراه شكل اخر. وبصحه العيالات الجلابات واللي ما عندهمش الله يوجد لهم. بالنسبه للمقاسه ديال هذه الجلابه البنات، المقاس الاول كتاف 40، صدر 29، لي هونش شوفوا 29 وافي، يعني حتى ما كلبش 29 البنات. صدر 29، لي هونش 32، طول مترو 42، لكمام 60. هذا المقاس الاول. شوفوا دوري هنا ندير لي طاي. المقاس الثاني اولا العبار الثاني البنات، 41.5 في الكتاف، 30 في الصدر، 33.5 في لي هونش، مترو 38 وطولكم 60. المقاس الثاني هذا كبيره لا حتى هي كتاف 42، 30 في المقاس الصدر، 33 في لي هونش، مترو 38 وطولكم 60. عرفتي لون راقي ورائع ظاهر على الاخواتي. شي حاجه نقول لكم واعره، ما كنبقاش نقول واعره ولكن شي لون اللي كيعجبني. الكتاف 40، الصدر 28، هذه طاي صغيره، لي هونش 31، طول مترو 38 والصدر 60، فيها ثلاثه المقاسات. بالنسبه لهذا الموديل البنات راه فيه ثلاثه المقاسات البنات، ثلاثه المقاسات فيه. ندوزو التشكيله الثانيه في الدو بياس البنات، اولا الموديل موديل واحد اخر. هذا الموديل هذا يعني راه فيه هاد المقاسات اللي وريتكم وهاد الموديلات اللي وريتكم. دوزو الموديل الثاني. وبالنسبه للموديل الثاني اولا اللون الثاني البنات، هذا واحد اللون انيق. جات لي واحد السيده ولكن ما لقاش المقاس ديالها. شوفوا معايا الخدمه اللي فيه تبارك الله ما شاء الله، يعني التناسق ديال الالوان كيفاش داير. شوفوا تبارك الله ما شاء الله الخدمه، يعني كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره والموديل كيفاش داير. بالنسبه لهاد الجلابه البنات اولا هاد الموديل، بالنسبه لهاد الموديل البنات فيه ثلاثه المقاسات. الكتاف 41، الصدر 30، لي هونش 34، طول مترو 37 وطولكم 60. لون انيق والصوره والله ما كتبين اللون كما كنشوفو انا مباشره. الصوره ما كتبانش بحال المباشره البنات. شفتوا تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للمقاس الثاني شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش دايره الخدمه فيها. بالنسبه للمقاس الثاني الكتاف 41، الصدر 29، لي هونش 32، متر 35 في الطول وطولكم 60 البنات. شوفوا القميص راه ما كيبينش البنات. شوفوا رسيمه، انا غنقرب لكم باش تشوفوا الخدمه ديال القميص كي داير. شوفوا البنات شوفوا الخدمه، شفتوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الخدمه ولا فينيسيون والخدمه كي دايره. يعني الحمد لله كما كنقول لكم دائما كنقرب الصوره باش تشوفوا حتى الخدمه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للمقاس الثاني اللي فيها ولا الثالث اللي فيها، الكتاف 41، الصدر 30، لي هونش 39، مترو 39 والكمام 60 البنات.
هذا المقاس الثاني، فيها ثلاثه المقاسات وكيجي الشكل ديالها بحال هكا، انيق راقي. ولبسها مع صباط زرق، يعني مابقاش كنشوف التناسق دابا، بقيت كنشوف خاصني نطلع داري. وندوزو للموديل اللون، لون اخر في هاد الموديلات اللي جاو ان شاء الله. وبقى لي الموديل الاخر راه في المصبانه، يعني حتى غدا ندير لكم لي غير لايف نوريه لكم، لانه بقى في المصبانه وما غنقدرش باش نجيبو دابا. هو شي خمسه جنالب فيهم خمسه المقاسات، واحد اللي بقى حتى غدا نبارطاجي معكم على شكل لايف قصير ان شاء الله. بقاو معايا باش تشوفوا فين ندوزو الموديل الاخر. نقدر نقولوا ما قبل الاخير، باقي واحد الموديل واحد اخر ما بارطاجيتوش معكم البنات. الكتاف 42، هذا البنات جلابه حتى هي كريب دو بياس، هذه طاي كبيره البنات. بالنسبه للمقاس ديال هذه الجلابه اختاريت معها ساك في البيج، لان فيها واحد الغرزه الفرنسيه في واحد اللون بحال الباج كراميل. بالنسبه للمقاسات ديال هذه الجلابه، الكتاف 42، صدر 32، لي هونش 34.5، طول مترو 37، وطولكم 60 البنات. هذا الموديل فيه جوج المقاسات، فيه جوج المقاسات، يعني كل بس هذه كتجيني نيشان. الكتاف 42، لي هونش الصدر 31، لي هونش 34، طول مترو 40، ومقاس الصدر مقاس لكم 60 البنات. فيها جوج المقاسات فقط البنات. قلت لكم الاخوات راه دوت اخر لون، عرفتي حتى كنت لفتها عرفتي واحد القضيه كطرا ليا، واش حتى كاع الصناعيات بحالي كنقول غنصور هاد الالوان، حتى كنجي كنلقى شي 4 جلالب ولا 5 جلالب ما صورتهم. شوفوا تبارك الله الرقي ديال اللون والرقي ديال التناسق الالوان، كنخرج لكم الكميه باش تشوفوا الكميه كيفاش داير، الرشيمه كيفاش دايره، لون راقي رائع. شوف تقوم هزاتها باش نمسح الكاميرا، باقا هزاتي بديها ضيق الطرنة. والحمد لله يعني هذه اخر حاجة في البيع ان شاء الله، اخر جليبات ان شاء الله. وحنا كما كنقول دائما راه دائما كاينين. بالنسبة لهذا الموديل هذا البنات كنعتبره من ارقى لوينات، هذا اللون راقي راقي، وحتى هو الثوب ديال السي عبد العزيز. هذا الثوب هو اللي غادي يدخل ان شاء الله الرحمن الرحيم، غيكون كميه كبيره فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا كيفاش داير، لون انيق راقي، غتلقى راسك لابساه، ماشي مسكي ماشي صفر ماشي موطرد، واحد اللون. وطبيعه الحال التنسيقه اللي دارت ليه ام عثمان زيدات زادت بينات، السي عبد العزيز جاب الثوب ام عثمان زيدات دارت لها واحد التنسيقه واحد التشكيله اللي جا راقي، رغم ان الصاك ما عجبنيش 100% معاه. باش نقول لكم شنو كاين، كان واحد الصاك ترابي خداتو بنتي، كان غيجي واعر مع هاد البيسه هادي. بالنسبه للمقاسه ديال هاد الجلابه، البيس انا رديتها لبسه والله العظيم. شوفوا في المناسبات الفولار البنات، فولار غير ديالي انا ديال ام عثمان زيدات، في المناسبات كنفضل تلبسي هكا جلابه دو بياس زوينه راقيه، احسن ما تحزمي، احسن من يعني شي مناسبه خفيفه بحال هكايا. الكتاف 41، مقاس الصدر 30، لي هونش 33، طول متر 37، وطولكم 90. فيها المقاس الثاني هاد البنات، هادي حتى هي فيها الساري ديال لي طاي اللي وجدوا هاد الساعه هما هادو، وان شاء الله من بعد العيد نوجد لكم لي طاي اخرى نبارطاجيهم معكم ونصورهم لكم. بالنسبه للمقاس الثاني تقريبا بحال غيكون غير في لي هونش الواقيله زايدين شويه، اولا بحال لا في لي هونش زايدين. الكتاف 41، صدر 30، لي هونش 34، طول متر 37، والكميمات شويه هاد الثانيه زايدين فيها الكميمات. شوفوا الخدمه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله الكوليكسيون اللي حطت ام عثمان زيدات. كنقول لكم واحد القضيه، صبقت حوايج الناس على حوايجي، ولكن ما يهمش، انا دائما البيع كاين ودائما المحل مفتوح بوجهكم. مرحبا بالجاليه اللي غتجي ان شاء الله في الصيف، حتى هي نوجد لها شي كوليكسيون زوينه. الناس اللي كيعيطوا راه حنا غنجيو من هنا، غنجيو من هنا عندك المحل، مرحبا والف مرحبا. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، بقى فيديو ديال الراندا البنات، بقى فيديو ديال الراندا غادي نبارطاجيه معكم. الى اللقاء ان شاء الله، وموعدنا في الفيديو الاخير ديال الراندا ان شاء الله، فرجه ممتعه. والى اللقاء ان شاء الله، فيديو جديد. سلامه.